سكان مشرع بلقصيري يتنفسون السعداء من الأضرار الناجمة عن انبعاث الغاز الملوث من أحد مصانع تكرير قصب السكر. إدارة الشركة استجابت أخيراً لمطالب الساكنة وكشفت عن استراتيجيتها لحل هذه المعضلة. هذه هي مرجل تجميع تكل قصب السكر، تم تزويدها بتقنية حديثة تتماشى المعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الدولي، وذلك للحد من الغازات المنبعثة في الهواء. قامت شركة كوزيمار بمجموعة من الاستثمارات في لاشودير باغاز، وزيادة في علو مدخنة لاشودير، مما مكن يعني من تحسين احتراق الباغاز وبالتالي تنقية الغازات المنبعثة. عائلة هي في حالة استنفار دائم داخل بيوتها بسبب مخلفات هذه المادة. وللقضاء نهائيا على آثار هذه المادة، تقول الشركة أنها بصدد اقتناء تقنية جد متطورة. مشاكل صحية متعددة يتعرض لها السكان، على رأسها الحساسية وضيق التنفس، هذا بالإضافة إلى المشاكل البيئية التي تنتجها مخلفات تكرير قصب السكر. حاولنا الاتصال بالجهة المسؤولة للاستفسار عن الحلول الممكنة للتقليل من آثار هذه المادة، لكن حتى إنجاز هذا الروبورتاج لم نتوصل بأي رد. كل وعي بالمشاكل المتعلقه بالبيئه، خاصه منطقه مشرع بلقصيري، ومتضامنه تضامن تام مع السكان ديال المدينه. وحنا بصدد انجاز واحد المشروع كبير بزاف، واللي غادي يقضي نهائيا على المشاكل المتعلقه بانبعاث الغازات اللي كتضر السكان. هذا المشروع غادي يتم من خلال وضع واحد المصفات ولا الصفايه اللي غتحد من انبعاث الغازات من لي شوديير ديالنا. هذا المشروع ان شاء الله غادي يتم في افق 2013.